بالوسائل ديال الابتزاز. شنو هو الوسائل الابتزاز؟ هي ملخصه كلها ملخصه: كاس وامراه. هذا هو الاسلوب ديالها كيفاش انها كتصطاد العناصر. انه المريض من بعد ما كان كيطرح الملف بالوحده الترابيه ديالو، شفنا بانه حاليا باقي مكمل المسطره ديال الوحده الترابيه ديالو، ولكن زاد سقف اخر. دي انا كنشبهها بانها كتشبه بزاف ديال الاوجه لديك اللحظات اللي كانت كتسبق او اللي كان فيها المغرب خاضع للحمايه الفرنسيه، فاذا به كيوقع واحد الغليان وكينتقل الطلب من مطلب اصلاحات هيكليه في نظام الحمايه الى المطالبه بالاستقلال. حالة إنسانية تدعو إلى الإشفاق، يعني أنهم سامحا في التنمية، سامحا في مستقبل الجزائر، سامحا واش عندهم شي أهداف استراتيجية، مفرطين في الكفاءات والثروات، وفي واحد الحالة كتشوفهم دائما في واحد الحالة ديال الشرود الذهني، واحد الحالة ديال التوهان، وكنشوفوهم غير غادا على الله وصافي. على الناس اللي كيقول لك وعدك وفرنسا وما ندابزوش معاك هذا وما ندابزوش معاك وندابزو مع جوج وثلاثه واربعه وخمسه، واش نسينا معركه ديال واد المخازن؟ فرنسا راه كانت خاشيه يديها لا في الانقلاب الاول ديال الصخيرات ولا في الانقلاب الثاني ديال الطائره الملكيه. يرى واحد السقف مبطن، شعار مبطن كيرفعوا الملك محمد السادس، كيقول لك جا الوقت تحرير الاقتصاد ديالنا من الهيمنه الفرنسيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة غادي نكونوا مجبرين أننا نولي ونتكلموا على نفس الموضوع اللي طرقنا له مرات عديدة، وهو الدسائس والمؤامرات اللي كيعيشها المغرب، أو بالأحرى اللي كيواجهها المغرب، ودائما بسبب الموضوع الأساسي اللي هو الوحدة الترابية. أكثر من ذلك، ففي الأول المغرب كان كيطرح القضية ديال الوحدة الترابية، وكان كيقول بأن ما بقاش المجال ديال الغموض، وتحمل من أجل هذا القرار بزاف ديال الدسائس والمؤامرات. ولكن مؤخرا غادي نشوفوا بأنه في الوقت اللي كان الكثير كيقول المغرب أش عنده ما يواجه، وفي الوقت اللي بداو كيعترفوا بأنه هي بصح المغرب راح حرفها بزاف ديال القوى الكبيره في القضيه ديال الوحده الترابيه، غادي نشوفوا بانه المغرب طرح واحد الشعار او لا طرح واحد المطلب اللي هو اعلى، يعني السقف المطالب ديال المغرب قفز به بعيدا الى الامام، وهذا السقف هذا اللي حتى شي واحد ما انتبه ليه. اولا بعدا كاينه في المحور الاول غادي نتكلموا على هاد الدسائس والاوجه ديالها اللي كتلون. ثانيا غادي نتكلموا شنو هو السقف العالي اللي رفعوا المغرب مجسدا في الملك محمد السادس، وهذا السقف هذا اللي طرحوا هو اللي كنت تكلمت عليه في الفيديو الاخير، وقلت بانه راه جات ساعه الحقيقه والمواقف الملتبسه خصها تزول، ماشي ديال الاطراف الخارجيه، ديال الاطراف الداخليه. علاش؟ لانه الملك محمد السادس رفع واحد السقف وعرف اش كيدير. الاغلبيه باقين غالطين، كيقول لك ربما المغرب كيجاهد فقط من اجل الوحده الترابيه، ولكن لا، راه ملي غادي نعرفوا علاش غادي نلقاو بانه طرح واحد الحاجه اكبر من ذلك. اذا في المحور الاول غادي نتكلموا هاد الدسائس والمؤامرات والاشكال ديالها اللي كتلون والرابط المشترك بينها، وفي المحور الثاني غادي نتكلموا على السقف الجديد والكبير والطموح اللي طرحه محمد السادس. بالنسبه للدسائس والمؤامرات، الدسائس والمؤامرات شفناها كتلون، وكل واحد فيها ياخذ جهدا كبيرا من الراي العام المغربي
باش انه كيتابع وكيواكب وكيجمع المعلومات وكيتكلم وكاين كذلك اساتذه وكاين نشطاء وكاين محللين الى غير ذلك اللي كيتكلموا في هذه الواجهات كامله المتعدده وفي هذه الدسائس وكيعلقوا على كل حدث. وان كان في هذه النقطه كيتسجل الصمت ديال بعض القطاعات، كيتسجل الصمت اللي ما كانش خاصها تلزم الصمت. نعطيكم غير مثال، فين هما الاساتذه الجامعيين العلاقات الدوليه وديال الاقتصاد السياسي الى غير ذلك؟ فين كثير من المؤرخين المغاربه؟ خليونا من دوك المؤرخين، ما كنتكلموش على المؤرخين المناضلين الغيورين الصادقين اللي بابسط الوسائل كيديروا فيديوهات وكيتواصلوا مع الراي العام وكيشرحوا بزاف ديال الحقائق التاريخيه وكيوثقوا وكيثيروا الانتباه في الحقيقه بانه راه هذا الجانب خصهم يتهلاو فيه. كذلك قطاعات اخرى، مثلا قطاع المحاماه، يعني كاين نقص كبير في هذا المجال، راه المجال كيحتاج لهاد الفئات هادو وكيحتاج للتوضيحات ديالهم وكيحتاج هو انهم يناضلوا فيه. يعني كاين قطاعات كثيره اللي كان خصها انها في هذا الوقت اللي كيدوز منه المغرب، الوقت اللي هو واحد الظرفيه بالغه الحساسيه، انهم حتى هما خصهم يشاركوا. علاش؟ لانه المغرب راه كيواجه الضربات من كل جهه، وهذه الفتره هذه اللي كنعيشوها حنا حاليا راه فتره استثنائيه. يعني راه ماشي هذه الفتره هذه، انا كنشبهها بانها كتشبه في بزاف ديال الاوجه لديك اللحظات اللي كانت كتسبق او اللي كان فيها المغرب خاضع للحمايه الفرنسيه، فاذا به كيوقع واحد الغليان وكينتقل الطلب من مطلب اصلاحات هيكليه في نظام الحمايه الى المطالبه بالاستقلال، راه تقريبا كتشبه. على كل حال، هاد الدسائس وهاد المؤامرات هادي فيما كيوقع شي حاجه كينوضوا يعني كيوضحوا كيتكلموا، ولكن خصنا نربطوها ببعضها، خصنا والا غادي يبقى كل حدث منا غادي يبقى يستهلك منا واحد الطاقه. وحنايا باش يكون الفهم اشمل خصنا نتناولوا هاد الاحداث في العلاقه ديالها ببعضها باش كنكونوا نفهموها احسن. نعطيكم غير كمثال، اخر مناوره كديرها فرنسا هي انها كتسمح لواحد الوفد من الانفصاليين انه كيدخل لمقر البرلمان ولا مجلس الامه الى غير ذلك، وكيجبد واحد الخرقه يعني كانت مخبيه وكيتصور بها. هو في الحقيقه الحدث لا يستحق ديك الهاله اللي تعطات له. علاش؟ لانه انتم كتعرفوا بانه في المباني الرسميه ديال الدول اللي كيكونوا في الباب ديال المباني الى غير ذلك راهم كيفتشوا الزوار اللي كيكونوا داخلين. فانت بس تبقى تدخل مثلا خريطه ديال دوله وهميه مخزونه في شي بلاصه، وحتى كتفوت العتبه تجبدها تصور بها خزنه وتولي تخبيها، عاوتاني ملي تخرج تعزل مبنى اخر وتدوز في البراج ومن بعد تجبدها وتصورها. يعني انه الطريقة ديال الدخول فهي طريقة، وحنا كنعرفوا بأنه البرلمان الفرنسي ولا غير الفرنسي، أي وفد غادي يقول لهم أودي رانا جاي من شي جروب ولا من شي مجموعة ولا كنطالب بشي حاجة رانا بغيت ندخل نهضر، راه يقولوا له دخل، هذه راها معروفة. إذا هذيك هذيك الهالة اللي حاولت العناصر الانفصالية تصور بها بأنه العالم الانفصالي بأنه دخل، لكو كان هذاك العالم بأنه معترف به وقانوني ورسمي ما كانش غادي يدخل بديك الطريقه ديال التخبيه، زائد كان غادي يستقبلهم شخصيه رسميه الى غير ذلك. يعني راه حنا كنعرفوا ديك المسائل الرسميه كيفاش كتجري. اذا اخر الفصول ديال هذه الدسائس هو انها فرنسا غادا تستقبل هذا الوفد الانفصالي باش يدخل عندها البرلمان. وتكلموا بزاف ديالنا، اولا بعدا بين قوسين هذيك خيتي ديك الانفصاليه ديك خيا ولا شي حاجه اللي كانت سلطانه خيا اللي كانت شي مره ظهرت في شي سطح الى غير ذلك، هذيك حسب المعلومات اللي عندي انا راها دخلت الاراضي الفرنسيه بجواز سفر مغربي. هذا بين قوسين. اذا هاد الشيء اللي دارت فرنسا فما نفصلوش على الاحداث اللي دازت قبل منها، مثلا ذاك الجو المشحون اللي كان داز فيه المباراة الرياضية، منها ذاك المواقف ديال قيس سعيد
والمواقف اللي غادي فيها، منها هادشي اللي كدير الجزائر، يعني احداث متسلسله، ولكن الخيط الرابط راه كيجمع هادشي كله بما فيه هاد العالم الانفصالي اللي غادي يدخل المبنى ديال البرلمان الفرنسي. هادشي كله في كيدخل كيدخل في اطار واحد السياسه اللي كتستخدمها فرنسا منذ الثوره الفرنسيه. هاد السياسه وهاد السلاح هو اللي خدامه به فرنسا، وهو اللي مصدر القوه كيفاش كتتحكم به في الاحداث، وكيفاش كتتحكم في النخب اللي كتكون خارج الارض ديالها وحتى فيما بينها. هاد الاسلوب هذا هو اسلوب كيتسمى الابتزاز. الابتزاز دابا نتوما كتعرفوا الدول كيفاش كيكسبوا مثلا النفوذ، وكيفاش كيكسبوا دول اخرى. كاينه دول اللي كتكسب مثلا مجالات اخرى او نفوذ اخرين او شخصيات اخرى الى غير ذلك، او صداقات الى غير ذلك، انها كتبلغها عن طريق المصلحه المشتركه. كاينه بعض الدول كتسلك هذا الطريق ديال المصلحه المشتركه، كاينه بعض الدول اللي كتسلك مثلا الاسلوب العقائدي، كيكون مثلا شي انسجام عقائدي او لا ثقافي او الى غير ذلك باش كتوسع وكتقضي المصالح ديالها. فرنسا كتخدم الاسلوب ديال الابتزاز. اش كيعني اسلوب الابتزاز؟ اسلوب الابتزاز هو انك كتحاول ما امكن تستغل بعض نقاط الضعف ديال الخصم، او لا كتقتنص الفرص اللي ممكن انه يرتكب فيها مثلا اخطاء وكتبتزوا بها، كتخوفوا بها، او لا كتصنع واحد المجالات وهميه باش كطيح فيها الفريسه ومن بعد كيبقى يخدم معك كيف بغى. هذا هو الاسلوب ديال الابتزاز، بمعنى انه فرنسا ملي غادا تستقبل مثلا الوهم الانفصالي راه ماشي كتستقبلو لدواعي اخلاقيه او لا عقائديه، او لا ان مثلا فرنسا مشوقه او كتحبهم او كتحس بهم بواحد العاطفه والقلب ديالها كيخفق الى غير ذلك. راه ماشي هذا هو السبب الاساسي. السبب الاساسي هو باش كتقضي المصالح ديالها، وهاد المصلحه كيف قلنا هنايا هي الابتزاز، لانه فرنسا لكو كانت بصح كتاسف لدوك الانفصاليين، قلبها كان يرتاب فرنسا من اجل داك المنظر ديال دوك المحتجزين في الخيام والعجاج وفي ديك الغبرة وفي ديك الرملة الى غير ذلك، وكان ممكن انها تحرك الجيوش ديالها انها باش تنقد دوك الناس، وكل واحد تلقوا فين بغى، والاغلبية راهم جاوا من دول متفرقة اللي باقا تما، الاغلبية من دول فراغة، وكل واحد تصيفطوا. اذا لا تحب الانسان اللي محتجز في ديك البلاصة، وما كتعشقشي الانسان في المعاناة ديال، انما كتستغل قضايا اللي كيمثلوها الناس حتى هما كيستغلوا. إذا هذاك الاستقبال فهو ماشي هو استقبال مثلا لأنها مؤمنة، ولكن كل شيء هيد الشيء كيدخل في الإطار ديال الابتزاز. على هذيك النهار قلت لكم أن الملك ملي متحال هذا هو كيطالب بسياسة الوضوح، وزاد كمل هذاك النهار قال لفرنسا يعني ما بين السطور، قال لها راه اعترفت فلان وفلان وفلانة وفلانة والدولة الفلانية والدولة الفلانية والجمهورية الفلانية والملك، استف لهم داك الشيء كامل، وقال لهم بأن راه الباقي خصو يهضر مباشرة. إذا ديك النهار ملي كمل عليهم بهذه السياسة راه عادي باش يكونوا هاد الأحداث ويكونوا أحداث غيرها. علاش؟ لأن باش تنوض أنت مثلا دولة مصنفها فرنسا مع ديك الدول اللي هي كانت سابقا المستعمرات ديالها، باش تنوض أنت وتقول لها وضحي لي الموقف ديالك راه كلشي هضر، بمعنى أنك ترجع بها فرنسا كترجع بالوضعية ديالها، الوضعية ديال ما قبل فترة الحماية. يعني ما قبل الحمايه كترجعك انها بحالها بحال ايها الناس. هذا التجاهل المغربي طوال هذه المده ديال عام ونص او عامين راه تجاهل. هذا التجاهل المغربي ملي كان كياخذ قرارات ديالو وكيفكر في استراتيجيات ديالو وكيدير اتفاقيات ديالو بوحدو وكيدير الطريق ديالو بوحدو، كاينه السند ديال الدعم ديال الولايات المتحده، وكان تجاهل فرنسا تجاهل نهائي. من بعد فرنسا المغرب غادي يقفز للامام وغادي يقول لها وضحي الموقف ديالك، اذا ضروري فرنسا غادي تخدم الوسائل ديالها كامله من اجل الضغط على المغرب. اهم وسيله كتملكها فرنسا دائما هي الابتزاز، وهذا الابتزاز هو اللي عايشه به فرنسا. فرنسا كانت سابقا مستعمره 32 دوله في امريكا وفي افريقيا وفي اسيا، وبهذه الطريقه هي باش كانت خدامه.
هذا الاسلوب ديال الابتزاز ديالها خصنا نعرفوا بانه هو اللي اصلا طيح فرنسا في المخالب ديال مجموعه سريه كانت كترجع منتميه لتنظيم النورانيين. التنظيم النورانيين راه كانت تخلق حوالي 1770، وتم تشكلت الخليه الاولى ديال تنظيم النورانيين اللي هو مسيطر على العالم. هذا التنظيم النورانيين كان قال لك سيدي الهدف ديالو هو السيطره على العالم، وباش يسيطر على العالم خاصو يخلق الازمات ويخلق الحروب ويخلق المشاكل ويخلق كذا كذا. كان ناقش الوسيله كيفاش اننا نستقطبوا العناصر اللي غادا تخدم معنا، العناصر اللي كتكون نافذه وكتكون نخبه النخب، كيكون عندهم القوة ديالهم ويدهم طويلة في المجالات ديال العلوم وديال الثقافة وديال الاقتصاد وديال السياسة إلى غير ذلك. كانوا ناقشوا هذه الطريقة كيفاش نصيدوا الأهداف ديالنا، وكانوا طرحوا هذه الأهداف اللي قاعده فرنسا دابا كتطبقهم على المستعمرات ديالها. هذا الأسلوب هذا منه الابتزاز. شنو هو الابتزاز؟ هي أن العناصر اللي عندها بهم الغرض باش تجرهم ليها ما اعتمدتش الاسلوب ديال مثلا الحوار والاقناع. وراه فرق كبير ما بين النورانيين والماسونيين، ديما كنقولها الماسونيين في الوسائل ديال الاستقطاب كيفضلوا انهم يجيبوا عناصر نظيفه وعندها سمعه طيبه وعندها كذلك نفوذ وعناصر بالاقناع. النورانيين لا، كتفضل تستقطب العناصر اللي غادي تخدم معاها في المخطط ديالها بالوسائل ديال الابتزاز. شنو هو الوسائل الابتزاز؟ هي ملخصه كلها ملخصه كاس وامراه. هذا هو الاسلوب ديالها كيفاش انها كتصطاد العناصر. واول ما دارت هذه التجربه دارت في النخبه الفرنسيه اللي هي قامت بالثوره الفرنسيه. زعماء الثوره الفرنسيه كلهم تم الاستقطاب ديالهم بهذه الوسائل. كيستغلوا نقطة الضعف الإنسان. أنتم كتعرفوا نقطة الضعف الإنسان شنو هما؟ كاينه ثلاثة، هذه معروفة، هذه كاينه الخمر والنساء والمال. الخمر والنساء والمال، هذا الثلاثي هذا بدا كيخدم باش تستقطب العناصر اللي قامت بالثورة الفرنسية. يعني كاينه اللي كيغرقوه في الكريدي، وكاين اللي كيستغلوا مثلا النساء، وكاين اللي كيستغلوا الخمر، وكاين التسجيل، وكاين 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 وكاين. بهذه الطريقه هذه سيطروا ذوك العناصر على الناس اللي قادوا الثوره الفرنسيه. وهذا هو الاسلوب اللي اعتمدته فيما بعد الثوره الفرنسيه والدوله العميقه ديالها، انها باش خدمات في المجالات ديالها اللي هي خارجيه اثناء المرحله ديال الاستعمار. كان اي واحد الا بغيتي تضعفه وبغيتي تخدمه ماشي بالحوار ولا بالاقناع ولا بالافكار، لا، هو الاسلوب ديال الابتزاز. وكاين وسيله اخرى اللي نسيت ما قلتهاش، كذلك اسلوب التصفيه اللي ما قرش فيه هذا الثلاثي، كالاسلوب ديال التصفيه. اذا فرنسا الاسلوب ديالها اللي معتمده حاليا مع المغرب هو الابتزاز، انك كتحاول تستغل نقاط الضعف. الحمد لله ملي غيستقبلوا وفد انفصالي ما تما نقطه الضعف والو، هذيك نقطه خاويه يعني ماشي شي حاجه. اذا وديك النهار راه كتعقلوا، ديك النهار راه كانوا لمحوا بواحد الخبر كان تسرب ولاو نكروه. هذا الخبر هذا حتى هما قال لك اسيدي راه عندنا وثائق وعندنا تصاعدنا تصاور وعندنا 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 وعندنا، وغادي نضطروا ننشروها على الناس والعناصر وكذا اللي معانا. يعني كانوا كيهومشوا على المغرب، ومن بعد اضطروا انهم ينفيوا. ولكن باش تسرب الخبر وتنفيه كيكون ادى الوظيفه ديالو. هذا هو الاسلوب ديال الابتزاز اللي كتخدمه فرنسا دائما، حتى مع الزعماء حتى مع الرؤساء اللي كنشوفوهم دابا كيقوموا بالوظائف ديالهم تحت الضغط. وكنشوفوا حالات ديال الادلال، كنشوفوا مثلا قيس سعيد، انتم كتشوفوا كيفاش ولا، كنشوفوا كذلك المسؤولين الجزائريين، كنشوفوا كذلك المسؤولين الجزائريين ملي كتفتش شنو كتلقى؟ كتلقى المسؤولين الجزائريين كلهم سابقا كانوا شباب وكانوا دازوا في فرنسا. فرنسا كيف كتعقلوا؟ بانه راه كاع اللي كانوا عندها كانوا لاجئين عندها في الفتره ديال ملي كانوا كيقودوا ذاك النضال السياسي، حيت هذوك اللي كانوا كيقودوا النضال السياسي راه في الجزائر راه كانوا كيتكاو على المغرب. ومحمد الخامس الله يرحمه كان عطيهم في وجده، هذا كان كيوفر لهم السلاح والفلوس وياكلوا ويشربوا ويلبسوا.
وكانوا كذلك كيمشيو لفرنسا. ملي كانوا كيمشيو لفرنسا تما كاينات كانوا الناس خدامين الشغل ديالهم، يعني داك السداس ولا شي حاجه فرنسا كان خدام. حاليا كنشوفوا داك الاسلوب هو اللي كنشوفوا فيه الحاله ديال دابا المسؤولين الجزائريين كيفاش يعني التصرفات والقرارات، وكنشوفوا بانهم خارج التغطيه حاله انسانيه تدعو الى الاشفاق، يعني انهم سامحا في التنميه، سامحا في المستقبل الجزائر، سامحا واش عندهم شي اهداف استراتيجيه، مفرطين في الكفاءات والثروات، وفي واحد الحاله كتشوفهم دائما في واحد الحاله ديال الشرود الذهني، واحد الحاله ديال التوهان، وكنشوفوهم غير غادا على الله وصافي. التليفون اللي جا كيقولوا له نعم سيدي، عيط جا شي تليفون من روسيا كيبدا هذا كيشوف شنو قال، جا شي تليفون من ايران شوفوا شنو قال، جا اي تليفون جا كاع من عند البلاوي جا كذلك من فرنسا كيتزعزعوا كينوضوا كيديروا. المغرب ذاك النهار محمد السادس في عيد 20 غشت قال لهم بينوا الموقف ديالكم بالعربيه، راه ملي قال لهم بينوا الموقف ديالهم رانا عارفكم اش كتسواو وعارفكم شنو غادي نديروا واللي في جهدكم ديروه، وها هما دابا فرنسا اللي في جهدها كديروا. يعني كاين شي ما اكثر من انها حاولت تخربق القمه العربيه، المغرب لعب معها طويل، حاولت تخربق القمه العربيه والى غير ذلك. دابا المغرب احنا شفنا كيفاش تقلبت الايه، ولا عن بعد كيف رد الشروط ديالو، داروا لنا الخريطه مقوده، داروها مقوده، ما تعيطوش لسوريا، ما نعيطوش اخويا لسوريا، ما ديروش هذه احنا ما نديروش هذه، بداو كيس راه غادا تكون ادانه لايران، نعم سيدي هي اللي غادا تكون، راه ما غاداش تكون هذا، راه هي اللي غادا تكون. المغرب عن بعد قاعد كيقرا عليهم البيان الختامي اللي غادي يناقشوه القمه العربيه، بمعنى انه القمه دابا دارت ولا ما دارتش، المغرب دار شغله فيها وقضى الشغل ديالو. المخطط الفرنسي باش انها تهرس القمه فشل، المخطط انها تغيب المغرب، دابا المغرب الا بغى يحضر يحضر، ما بغاش راه قاضي شغله لان الشغل ديالو دار الى غير ذلك. اذا هاد الاساليب اللي كديرهم فرنسا واللي ممكن انها دير حوايج اخرى، بانها اساليب كيف قلت لكم كلها كتصب في الاسلوب ديال الابتزاز، وهاد الابتزاز هذا راه غادي تلاحظوا غادي تلقاو به اسلوب جاري به العام. دابا مثلا فرنسا كديروا حتى في افريقيا والدول اللي كانت مستعمرات ديالها الى غير ذلك، كنلقاو مثلا فرنسا ملي شي دوله كتكون مستقره، لان انا قلت لكم المذهب ديال هذا الاسلوب ديال الابتزاز اللي موروث على الثوره الفرنسيه، باش تسيطر على شي دوله ما خصكش تخليها دير استقرار سياسي باش تسيطر عليها، وخصك تخلي فيها الفوضى، وخصك ترخي الاجهزه ديالك الاستخباراتيه انها تصيد كاع الضحايا وتوثق كل شيء ومن بعد كتبدا تخدم بهم. فرنسا هذا هو الاسلوب ديالها اللي كديروا مثلا في الدول الافريقيه. على هذيك النهار قلت لكم الا بغيتوا تعرفوا الفرق ما بين المستعمرات اللي كانت خاضعه لفرنسا والمستعمرات اللي كانت خاضعه لبريطانيا، غادي تلقاو الوضعيه ديال المستعمرات اللي كانت خاضعه لفرنسا اسوأ بكثير. حاليا في السنوات الاخيره هما تقعدوا لها كاع الرؤساء الافارقه، ذاك الجيل اللي تولد من بعد الاستقلال، مثلا في كتشوفوا جيبوتي، كتشوفوا الصومال، كتشوفوا اريتريا، واحد الجيل جديد اللي ظهر في افريقيا ولا كيخرج عينيه في فرنسا، كيقول لهم ذاك العهد القديم راه تبدل، راه حنا من حقنا، وكاين اللي كاع بدل الفرنسيه ودار الانجليزيه. اذا هذا الاسلوب ديال الابتزاز ديال فرنسا راها باقا كديروا الى يومنا هذا، ولكن ما طفروش عليها. فرنسا فقدت النفوذ ديالها في العديد من الدول الافريقيه، وحنا شفنا مثلا في الاشهر القليله الماضيه راه كانت دخلت تما الصين ودخلت روسيا والى غير ذلك، وشفنا الوضعيه ديال ماكرون نهار فاش طلع لعند روسيا نهار وقعدوا بعيد عليه لديك الجهه، علاش؟ لان روسيا كانت تكاتلوا على واحد العدد ديال المناطق النفوذ وحيدته منها. اذا بالنسبه للمغرب الاسلوب ديالو من فوكاش محمد السادس صاد فيهم، راه لان عرف بان راه ما بقاش عندهم ذاك الفعايل وذاك الشيء والتناويق، راه يعني ذاك الشيء ما بقى اصبح لا يفيد العدد ديال الابتزاز والعهد ديال هاد الوسائل راه لا يفيد. كيف قلت لكم انا فرنسا كانت في الدول الافريقيه كتهرس لها الاستقرار وكدير الانقلابات وكتعطي اللجوء الناس اللي قلبوا والناس اللي تقلبت عليهم، وكدير راسها كتوقف مع الدوله المستقره وكتولي تستقبل المعارضه ديال الدوله المستقله، يعني عندها جوج الوجوه. نفس القضيه كيف شفنا كانت كدير نفس الوجه مع المغرب ونفس الوجه مع الجزائر،
وجه اخر مع تونس وهي غادا عبل وجوه. عاوتاني المعارضه المغربيه ملي غادا تمشي حتى هي كتعطيها وجه، المعارضه الجزائريه المهم فرنسا هي هذه كتعطي الوجه لهذا والنقيض ديالو، الوجه لهذا والنقيض ديالو، يعني ما كاينش قيام، ما كاينش قيام كاينه، وهذا هو الاسلوب ديال الابتزاز. خدمتي معايا مقود ها انت خدام، ما خدمتيش غادي نستقبل العدو ديالك، وهذوك راهم ماشي عدو. علاش؟ لان المغرب دابا هاد الغنان اللي باقي الصحراء المغربيه الى غير ذلك، هذه راه المغرب باقي غير كيصفي المسائل الشكليه، واللي كيحكم في هاد الامور هذه راه ماشي هو هاد المسائل الشكليه اللي كيحكم، هو الفعل، هو القوه، هو الامر الواقع. المغرب هنا صفى المشاكل ديالو شحال هذه، دابا راه قاعد عاد كيشطب الطابله وكيشوف باش ينقص يزيد القدام. المحور الثاني اللي غادي نتكلم لكم الاهم من هذا الشيء كله، وهو انه المغرب من بعد ما كان كيطرح الملف بالوحده الترابيه ديالو، شفنا بانه حاليا باقي مكمل المسطره ديال الوحده الترابيه ديالو، ولكن زاد سقف اخر. شنو هو السقف اخر الاخوان والاخوات؟ السقف اخر هو داك الشيء اللي هضر عليه المغرب الملك ذاك النهار في الذكرى ديال ثوره الملك والشعب، ولا كيرفع السقف ديال تحرير التنميه المغربيه، المطلب ديال تحرير التنميه المغربيه، ولا كل ساعه كيتكلم على الاستثمارات وطلقوا الاستثمارات ويا الحكومه ويا كذا ويا كذا ويا كذا، حيدوا العراقيل. بالعربيه هذاك السكه الاساسيه اللي كانت هي الاولى كتحكم وكدير اللي بغات في الاستثمارات اللي كانت هي فرنسا، المغرب راه ملي كيطرح القضيه راه كيقول لهم جا الوقت ديال تحرير الاقتصاد ديالنا، بان هذاك البويب اللي كان مفتوح على واحده ديال فرنسا والله وري الا كانت شي حاجه ناقصه ولا هذا عاد عطيوها لشي واحد، لا المغرب داك يقول لك افتح اخويا هذاك الباب كامل، وغادي نهضروا ابتداء من دابا على المواقف من الصحراء المغربيه، هو اللي غادي يحدد شكون اللي غادي يدخل وشكون اللي ما غاديش يدخل. اذا هنايا راه واحد السقف مبطن، شعار مبطن كيرفعوا الملك محمد السادس، كيقول لك جا الوقت تحرير الاقتصاد ديالنا من الهيمنه الفرنسيه، تحرير الاقتصاد ديالنا من الهيمنه الفرنسيه. وانا كنستغرب كيفاش بعض الصحفيين وبعض محسوبين على الصحافه وهي وكيديروا الصحافه الى غير ذلك، كيراجعوا سبب توتر الازمه ما بين المغرب وفرنسا، القضيه ديال ديك الفيزات والتاشيرات، وتعود اصول الازمه ما بين المغرب الى قضيه التاشيرات والازمه. هذاك شنو من تاشيرات واش هذاك راه جزء من كل، راه السبب الاساسي الكبير هو هذا، هو انها بغينا هي تقول الصحراء المغربيه، بغات تقولها هي هذيك، ما بغاتش تقولها في الاستثمارات راه غادي نتعاملوا مع اصحاب الصحراء المغربيه. بالعربيه لما بغيتيش تقولي الصحراء المغربيه راه ما غاديش يدوزوا لك لا الاستثمار، يعني انه كيطلب من فرنسا انها تفطم. وجا الوقت ان تذوك الناس اصحاب القوى، راني قلت هذاك النهار اصحاب السياسه واصحاب كذا واصحاب المصالح واصحاب الجماعات المصالح واللي في القطاعات يا البنوك يا التامينات يكون كيف ما بغى يكون، راه جا الوقت انه خصو يتفكر داك الشيء ديال 53. رانا تكلمت على 53 ذاك النهار، محمد الخامس ملي انفرد به الاستعمار والحمايه في 53، راه صايب واحد دوميا ملك دوميا بن هو بن عرفه، بن عرفه ما بدا شنو حط ليه؟ راه حط ليه داك المخزن اللي كان واكل شارب، وصحاب المصالح وصحاب المخالطات وصحاب الشراكات وصحاب الشركات اللي كانت الحمايه كانت موكلاهم ومشرباهم. من بعد عاد زعمات على محمد الخامس وقالت له طلع اسيدي المنفى، ونفس دوك المنتفعين اقتصاديا هذوك ركنوا شدوا الارض. محمد الخامس مشى، المغرب الشعب المغربي هو اللي كان وقف معاه، ولحد الساعه راه باقى الملكيه في المغرب اكبر سند لها هو الشعب المغربي. وعلى هذا الشيء غادي نتلقاو بانه في المغرب راه ما عمركم غادي نتلقاو شي اتجاه ليبرالي حر 100%، راه ما نجبروش. وراه فايت اللي تكلمت على ظاهره المحميين المغاربه، ديروا غير زعري عبد القادر المحميين او لا شي حاجه بحال هكا، كاين فيديو قديم. هذا هو السبب اللي خلى انه المغرب ما كيخليهمش. علاش؟ لانه المنتفعين تابعين على المستثمر، المستثمر الى وكلهم وشربهم ودار منهم جيش، هذاك الجيش راه كيولي لاحقا راه ممكن انه يولي طابور خامس كيطعن الدوله اللي قاعد واكل فيها وشارب.
إذا جا الوقت بأنه أصحاب المصالح إلى غير ذلك اللي مرتبطة المصالح ديالهم في فرنسا خصهم يحدوا المصير. واش نتوما مع ولا ضد؟ إلا كنتو مع راكم مع، كنتو ضد راكم ضد. هذا هو اللي كاين. إذا المغرب أو الملك محمد السادس، أنا شخصيا شبهت الوضعية اللي كيعيش فيها دابا بالوضعية ديال محمد الخامس رحمه الله. محمد الخامس رحمه الله دوز معهم سنين منذ أن تم التعيين دياله، وكان التعيين دياله في الأول راكم كتعرفوا ديك الظروف، قالوا هذا الشاب لطيف وصغير وما غاديش يهز الراس، واللي قلناها له غادي يديرها الى غير ذلك. فاذا به ملي كبر واشتد العضد ديالو وعرف اشنو كاين، في 47 قلب عليهم الطابله، قلب عليهم الطابله فين؟ هنا في طنجه. كانوا كيتسناو اشنو غادي يقول. جا هو قال لهم لا سيدي سالينا، حنا يمديك المطالبه بالاصلاحات، لا راجل الوقت اخويا ديال الاستقلال، حنا نمشيو يدينا بيدينا. تما بدات الفصول ديال المؤامره كتوجد كتوجد كتوجد. وشبهتها كذلك الآن الملك محمد السادس من اللي صات مباشرة في فرنسا وهضر على الوحدة الترابية، ومن بعد هضر على أنه الاستثمارات المعيار غادي يولي هو الصحراء المغربية، بمعنى أنه راه دار ثورة على من؟ دار ثورة على فرنسا. وقلت بأنه الأخرين اللي مستفيدين من هذه الأوضاع ومن هذه الشراكات مع فرنسا وهاد المنتفعين من هذه العلاقات المغربية الفرنسية راه خصهم يجمعوا رؤوسهم، وراهم على الأهبة ديال أنهم يقولوا الكلمة ديالهم في التاريخ، والتاريخ راه ما كيرحمش على ديك المؤامرات. على ديك المؤامرات نذكر الاخوان غير بواحد المجموعه ديال المؤامرات اللي دارتها فرنسا. علاش؟ لان فرنسا غير مامونه العواقب، فرنسا غير مامونه العواقب، هذه كنقولها وكنعاودها. والدليل انها بقات الى حدود 72، الى حدود 72 هذا الشيء اللي موثق، كانت كتحاول تخلق البلبله في النظام السياسي المغربي. فرنسا الى حدود 72 كانت خاصها المغرب يكون بحال الكارثه اللي فيها دابا النظام العسكري الجزائري، وواحد العدد ديال الانظمه. شنو كنقصد انا ب 72؟ فرنسا راه كتذكروا العميل ديالها الخائن وفقير، العميل الخائن وفقير. فرنسا راه كانت خاشيه يديها لا في الانقلاب الاول ديال الصخيرات ولا في الانقلاب الثاني ديال الطائره الملكيه. إذا فرنسا ملي كنقول أنا يا بنادم خصو يجمع راسو معها، والوسائل ديالها مع المستعمرات اللي كانت سابقا لها، راه الوسائل دائما هي خلق البلبلة والاضطراب وخلق الأزمات وزعزعة الاستقرار ديال الأنظمة باش هي تدوم السيطرة ديالها. المغرب ولله الحمد كان أنه أولا فلت من دوك المؤامرات، ومن موراها في 72 كتذكروا بأن في 72 راه تعادت الهيكلة، كان الحسن الثاني الله يرحمه كان أعاد الهيكلة ديال القطاع ديال الإداري، الإدارة الترابية، الجانب الأمني. وكان في ديك الساعات كان جاب دريس البصري وقال له يلا، دريس البصري كان فهم الميساج ومخزن كل شيء. علاش؟ لأن راه شافوا الخطورة اللي كانت عليها. وحاليا احنا كنشوفوا ديك النهار مثلا الملك من اللي هضر على فرنسا، راه بزاف ديال الناس مغاربة، مثلا كاين نشطاء البعض، كاين صحفيين، وكاين وكاين وكاين، بداو كيتململوا لا وك حقه وهادي، وخص يكون عندنا بوع استراتيجي، وخص 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 وخص. يعني هادو كيتكلموا على اساس انه وكانه التاريخ ديال المغرب بداتو فرنسا، في حين انه الدوله المغربيه التاريخ ديالها الرسمي فاش تاسس قبل من فرنسا، لان فرنسا فوقاش تسمت فرنسا. فرنسا راه تسمت فرنسا اعتقد حتى القرن 17، قبل منها كانت كتسمى بلاد الغال. وفرنسا بغير باش نذكركم التاريخ ديالها كيفاش جا التاريخ ديال فرنسا. فرنسا راه الاصل اوروبا كلها راها جايه من قبائل الجرمانيه اللي الاصل ديالها المانيا، عليها كتلقاو الماني هي الجرماني، يعني الجرمانيون هما اللي مشتتين دابا في اوروبا كامله. الجرمانيين خرج منهم واحد المجموعه، المجموعه الاولى اللي كانت خرجت ديال الجرمانيين كانوا هما الويندال. الويندان هذه اول مجموعه كانت خرجت وهبطت الجنوب، يعني الجزيره الايبيريه اللي هي الاندلس. الويندال او الفاندال، العرب والمغاربه اللي كانوا لتحت سموهم الويندال، وهم اللي كانوا هبطوا لشمال افريقيا وداروا دوله، لاحقا انسجموا معها وسمحوا كاع في كل شيء، يعني ولاو هما خليط كيشبه المغرب. من مر الويندال ديك الساعات الجزيره الايبيريه غادي ينزلوا ليها القوط، غينزلوا ليها القوط،
وفوق من القوط شنو كانت؟ كانت بلاد الغال. فرنسا راه كانت سميتها بلاد الغال، وديك البرتغال راه الاصل ديالها كترجع للغال، بورتوغال يعني الميناء ديال الغال. فرنسا راه كانت سميتها بلاد الغال، وكان استوطن فيها واحد العرق سميتو الفرانكس. الفرانكس هادو هما الافرانج، هادو هما الافرانج. لاحقا عاد جاو هاد الافرانج وهما اللي سكنوا بلاد الغال، وعاد تسموا الفرانكس. من بعد عاد تسموا الفرنسيين. المغرب تصايب وتعلن الدولة قبل منهم. وحاجة اخرى خصكم تعرفوها، خصكم تعرفوا بانه الاندلس من اللي مشاو ليها المغاربة وفتحوها، شكون اللي كان في الاندلس ديك الساعة؟ شكون اللي كان حاكم في الاندلس؟ هما القوط. راجعوا داك المسلسل ديال طارق بن زياد، راه غادي تلاحظوها. غادي تلقاو في البدايه طارق بن زياد وموسى بن نصير وداك الشيء ديال التهيئ والاعداد الى غير ذلك. شوفوا حتى داك المسلسل اللي دار، راه ديك الساعات في البدايه كانوا القوط، وهاد القوط كانت الديانه الرسميه ديالهم المسيحيه الاريسيه نسبه الى اريوس، وهاد اريوس راه كيتعتبر مسيحي موحد. على كل حال هذه كلها تفاصيل. كانوا القوط هما اللي المغاربة كانوا فاش طلعوا للأندلس جبروا الديانة ديال المسيحية الأريوسية. هذيك الديانة سهلت على السكان ديال الأندلس يعتنقوا الإسلام. يعني أريوس هو اللي كان جبدو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة اللي كان صيفتها لقيصر الروم، قال له فإن توليت فعليك إتم الأريسيين. قال له ودي الى قبلتي الحق اللي عليا اللي عندي انا، ها هو ما قبلتيه شي، انا كنحملك المسؤوليه ديال الاريسيين. هاد الاريسيين كانت فرقه مسيحيه كتنكر التالوت وكتنكر ديك الاحداث ديال ديك المبادئ الصلب والفداء الى غير ذلك. اذا هاد الفئه من اللي في غزو الاندلس راه هي اللي كانت. ولكن من اللي غادي نتمشيو للتاريخ ديال ما يسمى بحروب الاسترداد، شنو غتلقاو؟ غتلقاو بانه اللي كان كيواجه المغاربه هما الافرنج. هاد الافرنج هادو راه ماشي في الجزيره الايبيريه، لا راه كانوا من الشمال. الكنيسه الكاثوليكيه اللي كانت هي اللي كتمثل الافرنج او الفرانكس او الفرنسيين راه هي اللي هودت لتحت، ومن بعد بقات كدير ديك حروب الاسترداد. فرنسا حاليا راها كتشوف بانه الجزيره الايبيريه ديالها، وكتشوف بانها هي اللي حرتها. على كل حال هذا واحد التاريخ اخر ديال فرنسا. اذا المغرب فرنسا جبدناها على الناس اللي كيقول لك واحد داكو فرنسا وما ندابزوش مع كذا وما ندابزوش مع وندابزو مع جوج وثلاثه واربعه وخمسه. واش نسينا معركه ديال واد المخازن؟ معركه واد المخازن اللي دابز معها جيش مغربي واحد ضدها البرتغال، وكانوا ديك الساعات كذلك الفرنسيين، وكانوا واحد البلعه ديال الدول اللي كانت جمعتهم الكنيسه، معركه واد المخازن. اذا انا ملي كنقول بانه المغرب موقن فرنسا وغير فرنسا، راه ماشي غير كنجي وكنهضروا، راه كنذكروا التاريخ. كنتمنى الاخوان هذا يعاونوني بواحد الحاجه، هو بالاشتراكات، لانه لاحظت بانه العدد ديال المشاهدين والنسبه ديال المشاهده تحسنت ولله الحمد، والفضل كله يعود بهذه الفئه اللي متبعاني نساء ورجالا. ولكن ربما كتبقى ديك الغفله ديال ان الانسان ما كيديرش الاشتراك. بغيت الا كان ممكن الدعم ديالكم فيما يخص الاشتراك. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.